كتبة إبريل جاية، وحتى القطط جاهزين ينضموا لحرب المقالب. هي حبيبتك نايمة؟ هايل، ده وقت عمل مقلب. هنضيف ستاند وردة على المخدة، وزهرية ورد من فوق، وسماعات عالية. دلوقتي ابعد وشغل أغنيتها اللي بتحبها بلوتوث. أغنية روك ده اختيار هايل. صباح الخير يا حبيبتي. بانج، بداية اليوم بخبط على الراس، ده مش أحسن إحساس. بمصاحبة الورد ده شبه نهاية العالم. اجري يا ولد اجري. ايه رأيك تروح المطبخ وتعمل لنفسك فنجان شاي؟ وهنا بتوصل الزوجة، افتكر انها جاية بتحدي جديد. لف صفحة ورق وحطها ورا حزامك. دلوقتي انا هحط ثمر الفراولة على جبهتك. مهمتك هي انك ترمي الفراولة جوا القمة، وفي وقت ما الشاب بيوازن الفراولة هي صبت الشاي في القمة اللي معاه. طيب يعني ده ما كانش تحدي حقيقي، ده بيحرق، ده عبارة عن انتقام سخن. أوتش. صور سيلفي جميلة مع صاحبتك ما تتقدرش بتمن، يلا نعملها بالشكل ده. ودلوقتي كده ابتسمي. في الحقيقة في هنا فكرة هايلة لعمل مقلب. يلا البسي الهودي ده، والبسي عليه برنيطة، وما تنسيش ترفعي الهودي لفوق، دي طريقة تنكر حلوة، لكن هو ده بالظبط اللي محتاجينه. أوه، يبقى هي دي الفكرة. صدقتي شكلها كأنها شاب في الصورة. لما تخبي وشها وتحضنك تقدري تخليها تبان كأنكم اتنين مرتبطين وسعدة. تمام، خلينا نشوف صورنا ايه. لطيف، هو أكيد هيموت من الغيرة. يلا انشري الصورة على الستوري عندك. أوه، مش قادرة استنى علشان أشوف رد فعله. وهنا بيوصل عطيل، وهو فعلا جاهز للانتقام. هاي خلينا ما نبقاش عنيفين، حاجة كويسة إننا وضحنا الموضوع. كتبة إبريل سعيدة يا حبيبي. الربيع وقت حلو علشان تحافظ على شكل جسمك، والضغط هو بالظبط اللي انت محتاجه. مفيش حاجة أحسن من الفرجة على ناس تانية وهم بيتمرنوا بقوة، خصوصا لما بتكونوا بتشوفوهم من على الكنبة. أوه مية، ده مفيد جدا، وتقدروا تفضلوا نايمين مع الموبايل. التمرينات البدنية بتخرج كل سوائل جسمي. واو، كمية عرق كتيرة. ايه؟ هي دي ما كانتش مية؟ انا مش حاسة ان انا كويسة. لكن انا هنتقم، هنعصر فوم حلاقة في كون وافل. شكله بالظبط شبه الايس كريم الحقيقي، لكن الطعم اتمنى انه يعجبه. اتفضل يا حبيبي شوية تحلية. اوه شكرا، ده لطيف جدا منك. بلاه، ايه ده؟ فوم حلاقة يا حبيبي. اوه ده طعمه مش حلو. لكن دلوقتي احنا متعادلين. غسيل الاطباق مسلي اكتر لو معاكم حد تتكلموا معاه. انت هتعمل اي نوع من المقالب تاني؟ لا ده مجرد بيضة. ممكن نعمل تحدي صغير؟ أراهن إنك ما تقدريش تمرريها كلها جوه بقك. طيب وليه ما أقدرش؟ يلا. ها ها ها، ده شكله مسلي جدا. طيب هو ده، ودلوقتي خبطة خفيفة على الدق. القشرة بتتكسر، يا ترى طعمها إيه لما بيضة بتتكسر في بقك؟ أتمنى إنها تعجبك يا حبيبتي. بعد مقلب زي ده لازم تصالحها. حبيبتي تعالي أنا عندي مفاجأة. أوه ده لطيف جدا، ملاحظة بتقول أنا بحبك، وشموع، أنت رومانسي جدا. عايزاني أوريلك خدعة؟ ارمي الملاحظة في المية. ترى اقريها، أنا بحب أختك. أنت غبي. إزاي تجرؤ؟ دي مش حاجة ظريفة. عمل مقلب في شريكك النايم هي أحسن حاجة تعمليها، إزاي ما تستفيديش من نقطة ضعفه؟ هاتي مراية كبيرة وحطيها على السرير قريب من وشه، ولما يصحى هيشوف انعكاس وشه. لكن مش متوقع ده. أوه مش قادرة استنى علشان أشوف هيحصل إيه. هو بيصحى. آه مين هناك؟
هاي دي نفعت، ده غضب كتير على مقلب بريء زي ده. يلا ما تزعلش، مفيش سبب يخليك غضبان، روح احلق بدل ده. فين مكنة الحلاقة بتاعتي؟ اهو بالمناسبة في هنا فكرة مقلب انتقام. يلا نروح. حبيبتي ممكن تيجي هنا لدقيقة؟ ممكن تساعديني احلق لو سمحتي؟ انتي جرحتيني. اوه لا، نافورة الدم. هي بيغمى عليها مرعوبة، فجأة الجثة بترجع تاني للحياة وبتبدأ في الضحك. ايه المغفل ده؟ هو ازاي عمل كده؟ دي بسيطة، كان معاه اسفنجة فيها لون احمر، هو ممكن يشتغل في افلام الرعب. علشان تنسي الكابوس ده انتي محتاجة حاجة تشغلك زي التمرين، لكن ده في وقت ما الزوج بيفكر في مقلب جديد، في دايفر مستخدمة في سلة المهملات. اوف مش قادر استحمل الريحة دي. وهنا بتيجي أداة للمقلب، والزوجة المسكينة لسه يدوب بترتاح، هي نايمة هناك وعينيها مقفولين مش مهتمة بحاجة. خدي ده يا حبيبتي. هو ايه اللي بيحصل ده؟ هو ده زي ما انا فاكرة؟ ها الريحة مش بالوحشة دي. شكرا على شراب الشوكولاتة، على الأقل مش اللي بيبقى في الدايبر دايما مش نضيف. اللعب مع القطة، ايه ممكن يكون احسن من كده؟ ده لطيف جدا، بصوا الطريقة اللي بينط بيها. يلا نحاول نعمل حاجة مثيرة للاهتمام اكتر. ايه رأيك نعمل لحيوانك الأليف تسريحة شعر؟ هناخد رباط مطاط وهنحطه على ودان القطة، ودلوقتي خلينا نشوفه هو بيقلعه. ده ظريف جدا، هو شكله شبه أرنب صغير. اوعوا بس تسترخوا، القطط تعرف كتير عن المقالب كمان. حركة واحدة من مخلب قطة وعلبة خرز لؤلؤ بتقع على الأرض. اوه لا، الأوضة بقت كأنها بعد نهاية العالم وبقت مكان خطير. يا ترى عجبكم مقلبي؟ انا بكره ان يجيلي برد. جبل من المناديل، انفي بترشح. فين نقط انفي؟ محتاجه شويه شاي سخن. فين حبيبي لما بحتاج لمساعدته فعلا؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، انا هنا فعلا. ازاي تتجرأ تعمل مقلب في حد عيان؟ هنحط صمغ في إزازة نقط الأنف، دي حاجة رهيبة لو اتعملت. أفتكر إنها راجعة، استخبى. وهنا بتوصل الضحية، يا مسكينة هي فعلا عيانة. أوف أنا محتاجة نقط أنف تاني. إيه ده؟ أنفي زي ما أكون مسدودة بالصمغ، مش قادرة أتنفس، أنا خايفة. وهنا بيوصل الشرير الرئيسي، أفتكر أنا عارفة مين اللي عمل ده. ده بيحصل كتير، بتمشوا في الشارع بتتكلموا في الموبايل، رباط جزمتي اتفك. طيب ده ممكن يحصل لأي حد، أنت لازم تهدي سرعتك، في حد ممكن يستفيد من الموقف ده. وهنا بتوصل لحظة خطيرة مع إزازة مية في إيده، لأ هو مش هيغرقك بيها. اللغاوي مقالب اتسحب من وراكي وصب بركة علشان شكلها يبقى شبه دي، حاجة محرجة. هو ده جه منين؟ هو أنا؟ لأ هدومي شكلها سليم، هي البركة الغامضة دي جت منين؟ أنا مش فاهمة. لكن البنت جت لها فكرة تانية المقلب. حبيبي نظف بسرعة، أنا عندي اقتراحات مهمة أكتر. يلا. قد إيه مهمة؟ أهو أنا جيت، بص بالونات وإبرة، دلوقتي أنا هرمي عليك البالونات وإنت لازم تفرقعهم. أوكي يلا بينا. بوم، فرقعت أول واحدة. والتانية كمان، دي لعبة هايلة أنا بحبها، ارمي اللي بعدها. دي كانت بالونة مية، في صحتك ثلاث مرات للمفاجأة.
عجبتكم حرب مقالبنا الجديدة؟ إزاي هتعملوا مقالب أصحابكم في يوم كتبة إبريل؟ عرفونا في التعليقات، اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في قناتنا واضغطوا على الجرس، ما تفوتوش مقالب ظريفة تانية من تروم تروم سيلكت.